عصرين وذلك ليس عصر. أقصد زمان، زمان مما حسب صاحب الثلاثة، لكن الألف ليس عصرية فنحكم بأصالتها ليس زائد. أنا أقول وهكذا همز وميم سبق صح، تزاد الميم أولى كمسجد وثانية كدوم لص الحديث البراق، الحديث البراق دوم لص ودولمس نفسها لغة أخرى كذلك زائدة، ورابعة كزرقم، وخامسة كضبال الشيء القوي الميم. ما قلنا الهمزة، الهمزة الهمزة كذا، الهمزة تزاد أولى كأحمر وتزاد ثانية كشأمل شأمل شمال، وثالثة كشمل، وثالثة كحطائر طائر 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 رابعة رابعة طائر، وخامسة كصحراء صحراء صحراء، وسادسة سادسة كبرناسة للناس. انتهت أقرأ كذلك همز آخر، تعتبر الهمزة زائدة إذا وقعت متأخرة وقبلها ألف، وقبل ألف ثلاثة أصول كصحراء وحمراء وبيضاء بخلاف شاء وماء، شاء أصلها وماء أصلها مو ماء وشاء، كهمز آخر بعد ألف أكثر من حرفين إلى أبوها رادف نعم، والنون كذلك يحكم بزيادتها إذا وقعت متأخرة وقبلها ألف وقبل ألف ثلاثة كعثمان وغضبان وسكران بخلاف زمان ومكان قبل ألف حرفان. النون خلاص هذا، وفي نحو غضنفر يحكم بزيادة النون إذا وقعت متوسطة بين أربعة بالتسوية وكانت مفردة، الدليل أن هذا الموضع تقع فيه الزيادة كفدوكس وسميدة، المكان الموضع تكثر فيه الزيادة لا بأس. كذلك تعاقبها الألف في نحو جرنفش، جرنفش قالوا جرافش، قالوا جرافش، وما علم بالاشتقاق زيادته وقع وقعت فيه زائدة كجحنفل، جحنفل من زائدة بدين جحفل سقوطها من فرع آخر، إذن فنحكم بأنها في نحو غضنفر وعقنقل وورنتل زائدة، بخلاف نرجس وقعت أولى، بخلاف قنطار وقعت ثانية، وقنديل وقعت ثانية. أنا أقول والنون وهكذا في نحو غضنفر كفي الأصالة ليس أصلا بل هي زائدة، تزاد النون أولى كنضرب، وثانية ثانية كعنبر عنبر، كحنظل حنظل مؤكدة لأن قد حولت الإبل حنظل، وثالثة وثالثة كعقنقل، ورابعة كرعش اسمه للرعد أصل مادة رعشة، وخامسة كعثمان، وسادسة كزعفران، ورابعة كعبوذهران نبتون. انتهى الغد، وفي نحو أضافة انتهي الباب انتهي الباب قرأ الباب قرأ الباب. التاء عدها بعض النحو الزيادة تكون زائدة في التأنيث كقامت الأفعال وقعدت، والمساء الأسماء شجرة، وكذلك في الاستفعال والتفعيل والاشتعال وفروعها زائدة، اشتعل استغفر تفعل تقدم كلها زائدة في هذا. السين يعدونها حروف زيادة سألتمونيها، لكن لا تزاد إلا مع التاء، والسين لا تزاد في الكلام إلا مع التاء كمستهام مستهام، والسوبي قال في أسطاع بزيدها لأصلها أطاع، قال بعضهم هذا. أنا أقول
والتاء في التأنيث والمضارعة تفعل ونحو الاستفعال والمطاوعة. كلمته فتكلم، مددته فامتد، مطاوعة. نعم. الهاء قال بعضهم تزاد وقفا مثل قه مالية ما هي، وقال بعضهم هذا ليس زيادة، هذا عارض يقع في حالة الوقف. ولا وقفا كلمة ولم ترى، ألم تره، لن تصل، لن ترى، لكن قد جاءوا بهذا السكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوه، يصل أدنو هذا كلمة ولم ترى، واللام تزاد في اسماء الإشارة، ذلك وتلك وأولئك. البيت قوله كلمة لما مثال اللام الهاء التي تزاد في الوقف، اللام حرف جر والميم اسم استفهام والكاف حرف تشبيه. الغز فيها بعض المغاربة الإمام العلامة المكودي نسيت يقول الكاف حرف تشبيه واللام حرف جر والميم اسم استفهام ولا حرف وقف. الغز فيها المكودي قال يا قارئا ألفية ابن مالك وسالكا في أحسن المسالك في أي بيت جاء من كلامه لفظ بديع الشكل في انتظامه حروفه أربعة تضم وإن تشأ فقل ثلاث واسم كاف حرف ولا حرف ولا حرف والاسم وإن تشأ فقل ثلاث واسم وهو إذا نظرت فيه أجمعي مركب من كلمات أربعي وصار بالتركيب بعد كلمة وقد ذكرت لفظه لتفهم. قال له بعضهم أهذه جواهر منتظمة في السلك أم أزاهر مبتسمة في الغصن أم عرائس ملتزمة أم كلمات أرغزت في الكلمة. هذا جواب. قال آخر يا فاضلا فاقت شموس لغزه بدون شك قد سموا بعزه الغزت في كلمة منتظمة من قوله والهاء وقفا كلمة. أنا قلت والهاء وقفا كلمة واللام في الإشارة ومنع زيادة بلا قيد. لا يصح أن تحكم على حرف الزيادة إلا كان لديه كحاضرة حاضرة الإبل إذا لا كل حنظر.